اليوم كاين نشاط جد مهم تنظمه مؤسسة منتدى المواطنة، وفي حق هذا موضوع جد مهم لأنه يتحدث عن ما يسمى بالمدن المستدامة. وهذا المصطلح هو واحد الجيل من المصطلحات اللي بدأ يتحدث عنه عديد من المدن في العالم. تعرفوا احنا المدن كبيرة اللي عندها تعداد سكان بشكل ضخم كتحتاج إلى واحد تصور جديد، واحد معالجة جديدة، واحد تخطيط جديد، وتوفير الخدمات على جميع المستويات: خدمات التعليم، الصحة، النقل، النظافة، البيئة. ولكن المفهوم الجديد في المدن المستدامة هو حماية البيئة والتعامل داخل المدينة في جميع مرافقها بنوع جديد من الوعي البيئي. وهذا ربما هو اللقاء سيسلط الضوء على نوع من التصورات الجديدة فيما يتعلق بمعالجة قضايا المدن. طبعا كاين محاور هناك متعددة، ولكن أعتقد بأن الفكرة هو فتح نقاش في هذا المجال حول دراسة ومعالجة العديد من القضايا حول المدن المغربية، مع الاستئناس طبعا بتجارب دولية متعددة. ونحن طبعا بمدينة الدار البيضاء تعتبر مدينة مليونية، وتعرف تزايد عدد كبير من الساكنة وتزايد أنشطة متعددة، وبالتالي فأنا أعتقد بأن جاء الوقت نتحدث على مدينة متكاملة، مدينة مستدامة، مدينة ذكية، لأنه الدار البيضاء مرشحة لتصبح أكبر قطب اقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبالتالي يجب على المنتخبين والفاعلين والأكاديميين ورجال الأعمال لا يبالوا فقط بالبنية العمرانية، وإنما يجب أن تكون هناك جوانب أخرى: البيئية، الطبيعية، الثقافية، وثم كذلك وضع وظائف جديدة للمدن حتى يمكن المواطن الزائر أو مواطن مقيم أن يعيش في مدينة متكاملة الخدمات.